التاريخ القفطان كان شاهد على كل الأحداث والمراحل. اليوم القفطان مساير الحضارة المنفتحة في أشكاله وألوانه المختلفة والعصرية، وبقى محافظ على الطابع الأصلي دياله اللي كيجعله على نفس الدرجة من الفخامة أو أكثر من تصاميم الخياطة العليا العالمية. عبد الحنين الروح كيقدم لنا الليلة إبداعاته اللي كيشتغل فيها على أتواب بحال تول ولا مسلين. كيستعمل عدة قطع في نفس اللبسة وفي صالة ديال البوستيه والصايا، وأشكال على شكل فستان. عبد الحنين الروح كيختار أيضا ألوان ذات صبغة رومانسية. لوحة تجمع تشكيلة تصاميم عبد الحنين الروح بألوان باردة ونقية كتميز بالرومانسية بحال حكايات الأميرات القديمة.